تتعامل مع هذه الجروح؟ الجرح بتاع القلب المفتوح ده دايما بيبقى جرح عنيف شويه وواضح وواضح. بنشوف في حاجه اسمها كيلويد كده او بروز في فده دور صنفره الجلد. جهاز الصنفره بيفرق كتير جدا معانا. اي جرح عالي عن مستوى الجلد بيبقى دور جهاز الصنفره مهم جدا، ان هو بيساويه على مستوى الجلد وبيضيع اثر اللي هو بيبقى العين ما بيحبوش خالص انه موجود في صدره كده، هو جرح عالي وعريض زي ما حضرتك بتقول. فده دور الصنفره. انما ان انا اعمل له اكسجين ان انا اشيله واعمل له جرح تجميل ما بفضلش. يعني في اماكن معينه ممكن مثلا لو جرح في البطن، جرح بعد مراره او بعد زايده ممكن نشيله ونعمله تجميل، نشيل الجرح وريه تاني نشيله ونعمله تجميل. انما الجروح اللي على البون على العظمه نفضل ان احنا نعمل لها صنفر. ده يخلينا برضو ندخل على انواع الجروح. الجروح مثلا يعني انا دلوقتي لما بيجي لي عيان جديد في عمليه او عيان في حادثه مثلا جديد، هل هو الافضل ان هو يتعمل الجرح ده يتعامل معاه ويبقى كويس، ولا ممكن استنى عليه 3 4 ايام او اسبوع واخيطه تاني، ولا ايه الحكايه؟ الحكايه دي برضو مش مظبوطه عند الناس. والله دي يا دكتور علاء بتعتمد على لو جرح بنظام بنقول عليه كلين ووند، يعني جرح نظيف. ده طبعا يتعمل تجميل من الاول وبيدي نتائج ممتازه جدا. انما لو جرح في الشارع في كان في مكان ما ينفعش ان احنا نعمله كده، بننظفه. استاذن حضرتك في اتصال معانا الاستاذ حمدين، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. السلام. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ده عايز اشير استاذ الجراحه والنبي حضرتك. اتفضل معانا اثنين من كبار اساتذه الجراحه، اتفضل. احنا معايا ابن 12 سنه بينزل دم باستمرار. منين؟ من مناخيره. وعملت تكو كتير. اخر حاجه رحت امبارح لدكتور انف واذن بيقول لي انا عامل لك عمليه قشط للشريان في المناخير ويبدا شريان جديد، فانا صراحه اتخوفت من هذا الموضوع. فتنصحني حضرتك بايه؟ يعني في نزيف من مناخيره وتشخص شخص من مناخيره بس. من مناخيره بس. وقال لك عايزين نغير الشريان؟ لا ده انا عامل لك قشط بماده كيماويه كده في المناخير ويبدا شريان جديد يطلع والكلام من ده، انا مش مقتنع بهذا الكلام. تمام تمام. ايه رايك في الكلام ده يا دكتور؟ شاب حضرتك بس. تمام. ايه رايك في الكلام الشريان الجديد اللي بيطلع ده؟ ده هو الحقيقه طبعا لازم يتوجه لدكتور انف واذن عشان يفيدوا اكتر مننا، لانه ده موضوع بتهيألي خارج التخصص. وانا سامع برضو ان هو مش فاهم من الدكتور كويس. هو بيتعمل اشعه بالرنين المغناطيسي. ده اساسي جدا على ال، بس هو بيقول لك قشط وهيحط ماده كيميائيه. هو مش هيعمل كريتج. لا هو كلام الراجل الدكتور صح. هو هيعمل كريتج للساينسز للجيوب الانفيه، فواضح ان في التهاب مزمن في الجيوب الانفيه. خليه يعمل بينزف شويه. ايوه بيعمل شويه. فلازم الاشعه المقطعيه يعني وبيتعمل كده. هو بيتعمل بمنظار دلوقتي. تمام. منظار. تمام تمام. هو يعني احنا زي ما قلنا حكايه التجميل. سالت حضرتك برضو ايه هي انواع الجروح اللي ممكن الواحد يعملها. قلت لي في جروح جديده دي سهله اللي هي جروح العمات او الحوادث، وجروح قديمه. طب الجروح القديمه دي نتعامل معاها ازاي بقى؟ لان تبقى يعني حاجه برضو وزي يعني حضرتك مثلا زي الحروق. يعني برضو كله بيعتمد على المرحله اللي جاي فيها الايه الجرح ده. يعني دايما التجميل بيتعامل مع المرحله النظيفه في الجرح. عمرنا ما بنتعامل مع جرح فيه تلوث بصفه تجميل. في الجرح كويس لازم الاول ينضف. يعني لو اي جرح فيه صديد او فيه التهابات او فيه بتاع لازم نصبر عليه فتره لغايه ما الجرح يبقى نظيف. تمام. بقى الجرح النظيف ده نتعامل معاه كجراحه تجميل. نستأذن برضو حضرتك في اتصال تاني. مين معايا؟ معاك. السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ الو. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. الو. ايوه معاك، تعال هوا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. قناه الصحه الجنوب. ايوه اتفضل. معاك الدكتور. ايوه معاك ثلاث دكاتره. طب وجيب انا مره رحت جاتني دوخه وقالوا لي عندك صفر، فعاوز اعمل يعني اشوف اعمل عمليه جراحه ولا تاني. احنا مش سامعين. تاني 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 كرر السؤال تاني. انا ونايم جاتني دوخه. دوخه. بحس تنميل في رجلي وتمرن في راسي. تنميل في رجليك وفي راسك. تنميل في رجليا ودوران في راسي، يعني احس جسمي خفيف ان هو مش موزون.
تمام. ده في عندك سكر، عندك ايه؟ سكر.